بسم الله الرحمن الرحيم. من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. الشيء اللي حقيقة نحن قليل نفكر فيه هو موضوع الآخرة. موضوع الآخرة موضوع له من الأهمية ما لا يقدر ولا يوصف. هذا الإنسان الذي تجدونه قاعد هنا ويتكلم، وهذه الأفراد من البشر المنتشرون في شرق الأرض وغربها، هذه اثنان، إنسان داخل إنسان. هذا الهيكل الذي تشاهده ونشاهده هذا قالب فقط، هذا اللحم والعين والأذن واللسان واليد والرجل والبطن وما أشبه، كل هذا قالب فقط، وفي داخله الجوهر وهو الإنسان الحقيقي. هذا الشيء الذي نشاهده هذا إنسان مجازي، هذا إنسان صوري، هذا اللي يتكلم وهذا الذي يرى وهذا الذي يسمع وهذا الذي يمشي وهذا الذي يأكل وهذا الذي يتزوج، كل هذا إنسان صوري فقط، يعني صورة إنسان. أما الإنسان الواقعي هو في داخل هذا الإنسان، مو في ظاهر هذا الإنسان، في داخل هذا الإنسان إنسان. ما أدري ياهو منكم شايفين القرن، قرن مال خروف، قرن مال ثور، قرنان أكو، قرن في الظاهر وقرن في داخل هذا القرن. وكذلك الصندوق الذي يؤتى به من الخارج وفيه بضاعة، تلفزيون أو راديو أو ماكينة أو مسجلة أو مكبرة أو التلفون، هذا شنو الصندوق اللي تشوفه؟ هذا الظاهر، هذا السطح، وفي داخل هذا الصندوق شيء آخر، صندوق لا قيمة له. ولذا إذا أخذت ما في الصندوق، هذا الصندوق الخشبي أو الصندوق الكارتوني أو ما أشبه، هذا صندوق ذبة في أمان الله. روح القيمة لما في الصندوق من تلفون أو تلفزيون أو راديو أو مكبرة أو أي شيء آخر. هذا الإنسان اللي الآن جالس هنا هذا صورة إنسان، هذا مو واقع إنسان. الإنسان الواقعي في داخلك وفي داخلي. الإنسان لما يموت يعني شنو؟ يعني لب أخذوه والصورة لبوه، نحن نذهب تحت التراب، شي واضح هذا الشيء. وإذا ذهبنا تحت التراب شنو معناه؟ معناه على أن القالب لبوه في أمان الله، بس تحت التراب. الروح لما يخرج، الواقع لما يتخلص، الصندوق القالب هذا يلقى تحت التراب، أو عند الهنود يحرق، أو يلقى في البحر، أو أنه عند قسم من الناس يذبوه في أمان الله، مثل فيتنام وغير مكان وكذا يذبوه في المكان، مو أهمية له. ففي داخل هذا الإنسان أكو إنسان واقعي، ذاك الإنسان الواقعي له عين، له أذن، له لسان، له يد، له رجل، له رأس، له مخ، له قلب. وهذا الإنسان الظاهري قيمته 50 سنة، لأن بعد اللي متت ومت أنا انتهى القيمة، لذا قيمة هذا الإنسان تنتهي. كلما كانت عينك جميلة، أذنك جميلة، وجه الإنسان جميلا، جسم الإنسان رشيقا، إنسان شجاعا، إنسان مع كذا، إنسان مع كذا، هذا كله قيمة 50 سنة، ما 60 سنة، ما 70 سنة. أما قيمة عينك التي في داخلك ما المليار سنة، مليار من باب المثال أقول، وإلا هناك في الآخرة ليس له انتهاء، ما المليار سنة قيمة العين التي في داخلك. قيمة الأذن الذي في داخلك 1,000,000,000 سنة، قيمة اللسان هكذا، قيمة البطن هكذا، قيمة المخ هكذا. المهم أن الإنسان يصلح ذاك الإنسان اللي في داخله،
أما الإنسان الذي قال هذه ما له قيمة، قيمة 50 60 70 80 سنة، مهما كنت جميلا، مهما كنت شجاعا، مهما كنت ثريا، مهما كنت شخصية، مهما كنت صاحب وظيفة، أي إنسان كنت أنت، القيم الدنيوية مهندس، طبيب، وزير، ملك، رئيس جمهورية، أمير، كل هذه الألقاب، تاجر كبير، ثري، هذا القيمة قيمة 50 سنة 60 سنة 70 سنة. الإنسان يجب أن يهتم للقيمة الواقعية له. القيمة الواقعية قيمة عينك الواقعية التي ترى بها الحقائق. القيمة الواقعية قيمة أذنك التي تسمع بها الحقائق. القيمة الواقعية قيمة نفسك التي لها صفات حسنة، من صبر، من مروءة، من إحسان، من إنفاق، من عدالة، من استقامة، من نشاط، من حب للخير، وإلى آخر القائمة. الأنبياء، الأئمة، المصلحون، العقلاء دائما يلاحظون الجوهر مو المظهر. هذا مظهر. الإنسان يجب أن يلاحظ الجوهر، لأن الجوهر هو الباقي. في آيات كثيرة من القرآن الحكيم الله يشير إلى هذه الحقيقة. شوفوا هالآية اللي قرأناها، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى. أعمى يعني شنو؟ يعني ما يشوف؟ لا، حتى يشوف. أعمى يعني أنه لم تر عينه الواقعية آيات الله، ولم تبصر الحقائق، هذا يحشر يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. هذا هو الحقيقة. إنسان دائما لازم يركض لهذا الشيء، وإلا قيمة البدن قيمة مؤقتة، قيمة العين، قيمة الأذن، قيمة اللسان، قيمة اليد، قيمة الرجل، كلها قيمة مؤقتة. إذا أردت أن تعرف قيمة هذه الأمور روح في المقبرة، روح في المغتسل. اليوم صلينا على فرد ميت الله يرحمها، في تابوت، قيمته في تابوت، يخلوه يودوه في أمان الله، حتى عائلته ما يروحون وياه. عائلته أين؟ خلص يجيبون اثنين يستأجروهم يعطوهم فلوس ويروحوا يذبوه بالنجف فرد قبر، خلص هذا قيمته انتهت. جيب فرد إنسان ميت، اسأل من الناس هذا بيش قيمته؟ يقول أصلا ما له قيمة، حتى 50 فلس ما يشتروا. يقول لازم تدفنوه بالعجل حتى لا يتفسخ، حتى لا تنتفخ جثته، حتى لا تعطي الريح جثة الإنسان. هكذا لذا الإنسان لازم لا يهتم بهذا الجسد كل اهتمامه، جزء من اهتمامك على هذا الجسد لا شك فيه، لكن لأنه مركب. شوف أنت تهتم بسيارتك، لكن تهتم بسيارتك شنو؟ لأجلك مو لأجلها. تهتم بدارك لأجلها أو لأجلك؟ لأجلك. اهتم بالجسد لأنه مركب للروح، مركب للحقيقة، وهذا الراكب هو له الفضل. هؤلاء الخمارين والقمارين والزنائين والشرابين وما أشبه هؤلاء، مثل فرد واحد شنو؟ مثل فرد واحد اللي يسوي سيارته كلش نظيفة، لكن هو مبتلى بالأمراض، أعراض، كل شيء، لا يداوي نفسه. هذا شلون؟ بتقول أنت مخبل عمي، شنو سيارتك؟ روح عالج نفسك. الإنسان هكذا، الإنسان بقيمته الروحية، بقيمته النفسية، هذه القيمة يجب أن نهتم لها. وإلا ذات يوم ينكشف لنا أن الجسم ما كان فيها شيء، وأن الروح فيها 1000 مرض ومرض. الجسم يمرض، الروح يمرض. الجسم يمرض شنو؟ يعني العين يأخذها الرمد. الروح يمرض يعني شنو؟ يعني عين البصيرة ما تشوف الحقائق، هذا جاهل، هذا أعمى. وكذلك الفهم، الذكاء، النفسية، إنسان لازم دائما يركض لهذا الكمال.
لأن هناك لما يتوخر القالب منك تظهر أنت. أحيانا يظهر إنسان على صورة خنزير، هذا هو. أحيانا يظهر إنسان على صورة كلب، على صورة قرد، على صورة مجنون، كما يعبر الله عن آكل الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. يعني هذا القالب لما يتوخر الحقيقة يظهر، مثل أن الصندوق لما تفتح يتبين أن في داخله تلفون أو تلفزيون، مصابيح كهربائية أو بانكة أو ساعة، أما الصندوق ظاهر كل صندوق وكل خشب. فإذا الإنسان مات ظهرت حقيقته، صادق أمين وفي شريف مؤمن متدين، ظاهر إنسان جميل. بالعكس كذاب دجال منافق خائن قاتل شارب لاعب يظهر فرد حيوان آخر. فرد قصة وقعت في إيران في شيراز، وقعت هالقصة قبل مدة، أقله قبل 10 سنوات 15 سنة أقل أكثر. فرد تاجر كان كلش إنسان طيب، صلاة صومة حجة خمسة زكاة كل هالأشياء الزينة. توفي هذا التاجر، الناس اللي يحبوه، هاي قصة واقعية، الناس اللي يحبوه شيعوا فرد تشيع ضخم، اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم به منا، اللهم يعلم أنه دجال كذاب إلى جهنم، حتى الناس إذا ما عرفوا مو ميزان إحنا نعرف أو لا نعرف. ودوه دفنوه. بعد أيام أحد أولاده رآه في المنام، شاف في قصر جميل، حوريات خدم أشجار أنهار كل شيء، جسم صحيح ملابس كل شيء، بس أعمى ما يشوف. هذا أعمى، هذا بالله تدري أعمى يعني شنو حقيقة؟ إذا أردت أن تعرف الأعمى شنو، وإن شاء الله الله لا يفقدكم هذه النعمة الكبيرة، غمض عينك وفي بيتك، ما يحتاج شارع، في بيتك فرد ساعة، روح فوق وانزل جوا وروح للمرحاض وتعال شوف تتمكن أو ما تتمكن. حقيقة هذه النعم يجب أن نشكرها ونقدرها، كم هي من نعم. قالوا له لماذا أنت أعمى؟ أنت إنسان طيب كنت في الحياة، وأنا نعرف كل شيء طيب في الحياة، لماذا أنت أعمى؟ قال حقيقة أنا سويت فرشي في حياتي، هو ذلك الشيء سبب عماي، والآن علاجه بأيديكم أنتم أولادي، روحوا عالجوا، أنا يرتد إلي بصري. قالوا شنو هذا الشيء؟ قال أنا اشتريت فرد أرض. الحقيقة إنسان لازم في الحياة كلش دقيق، كلش دقيق، وإلا أنت فرد يوم تؤخر. والإمام أمير المؤمنين يقول من مأخوذ فيا له من مأخوذ لا تنجيه عشيرته ولا تنفعه قبيلته. هذا هو، خل كل محامي العالم يجتمعون، يتمكنون يخلصون هذا الإنسان؟ أبدا لا يتمكنون أن يخلصوه. إحنا شايفين كلنا المنام، كلنا شايفين أحيانا النار، نشاهد في المنام أنه إحنا في مشكلة، لنفرض مشكلة سجن، مشكلة مرض، مشكلة خوف، مشكلة غرق، رأينا في المنام. هل عائلتنا يتمكنون من نجاتنا من هذه المشكلة؟ أبدا، لأن العائلة فقط المال، العائلة، المحامي، الدكتور، المهندس، الطبيب، الأمير، الوزير، كلهم يتمكنون، مال الجسم يعالجون، مال الروح أبد ما يتمكن أحد يعالجه، بس أنت تتمكن أن تعالجه، أنت وحدك تتمكن تعالج روحك، وإذا ما عالجت هناك يروح خلاص خلصان. قال لولده، قال له هذا عيني أنا عمياء لشيء أنا سويته، وأنا سببت عماي إلى يوم يبعثون، إلا أن تنجوني أنتم، أنتم بإمكانكم نجاتي. قالوا شنو؟ قال أنا في حياتي اشتريت فرد أرض، أرض كبيرة، وفي وسط هذه الأرض كانت عين ماء. نحن في الحقيقة الآن لا نعرف قدر الماء وهذه النعمة البلاش المجانية تأتينا، ولو تطين نصف دينار أو دينار أو 5 دنانير هم يعد ماء مجان. روحوا، أنا أوصيكم روحوا لتسمعوا مني أتوا، روحوا إلى قرى إيران، شوفوا قرى ماي ما فيها، كلها لأن الدعايات كان كذب، كلها كذب ودجل في الحقيقة. قرى إيران أغلبها ما فيها ماء، إما لازم بالعيون أو بالأمطار
أو بالأبنبارات أو قنوات. أبنبار يعني شنو؟ يعني يسوون فرد غرفة نقدرها الإهنة بركة، وهذه الغرفة في وقت المطر ينزل على هذه الغرفة الماء من المطر، وماء المطر يبقى في هذه الغرفة لطول السنة، ماء متعفن مو صحيح. مو صحيح شو يسوون؟ ما فاتهم. ولذا في الحقيقة الماء هذا له قيمته، وقيمته الكبيرة. أنا أذكر إحنا كنا وقت في العراق، هاي القصة ما قبل 35 سنة ما أشبه، كان الماء يجيبون على الدواب ونشتري الماء. السقى كان يجيب على الدواب ويصح ماء فرات ونشتري الماء، فنصرف الماء شوية شوية نصرفه. ماء أجلكم الله مال دورة المياه وكذا، الماء المالح كان من البير كنا نمتحه، أما ماء الشرب يجيبون كل قربة ماء لنفرض مال نصف دينار مال اليوم، فكان عندنا حباب صير نخلي الماء في الحوض ونصرف هذا في أسبوع كذا غالي، وماء هم وصخ وماء نظيف، وهذا الماء مقدار قليل قليل نستعمله، حتى في الحقيقة وقت الشرب لا نرتوي من الماء. مو احنا هالشكل كناها، انكر اهل البلد هالشكل كانوا. الان هنا تشوفون هالماء الكثير، خلفت نعمة من الله يجب ان نعرف قدرها. اما اذا ذهبتم الى قرى ايران، يعني ايران لها من القرى 160 الف قرية على اقل تقدير، انا رأيت احصائيات رسمية فيها، اقل تقدير 120 الف قرية منها بلا ماء، من القناة، من العيون، من الماء الوسخ، من الماء المج، من ماء الامطار يستعملوها. ولهذا احيانا اذا سمعتوا في هذا المسجد انه يصيحون فلوس طول ماء ابنبار لهذا الشيء، يعني نبني فرد بناية حتى نجمع الماء فيها لشربها، لا بس مو علينا. هل التاجر قال في المنام لولده، قال انه انا اشتريت ارض، هذه الارض كانت بين قرى، قرية هنا قرية هنا قرية هنا قرية هنا قرية هنا، وهذه الأرض أرض كبيرة، أفرض فرد 100 ألف متر، مليون ألف متر، في وسط هذه الأرض أكو عين ماء، عين طبيعية، وهذا العين مستقى لمن؟ لأهل القرى المجاورة. القرى المجاورة يأتون ويأخذون الماء من هذه العين. أنا شريت الأرض، الآن صارت لي طبيعية. الشخص اللي قبلي هذا ما كان يستعمل هذه الأرض ويستعمل هذه العين، فهي متروك. أنا أخذتها، سيشت الأرض، شفت هذه العين سبب زحمة وأذية، هذا اللي يجون ويشيلون ماي، فغمرتها بالحجارة والجص والطابق وما أشبه، يعني سرقت العين. هذول المساكين أهل القرى شو يسوون؟ وحقيقة أهل القرى دائما هؤلاء مظلومين، يعني في بلادنا الإسلامية، اما في بلاد الغرب فكروا لاهل القرى لهم. هذول مساكين لا الحكومة تدير لهم بال، لا اثرياء يديرون لهم بال، لا انه اذا راحوا واشتكوا فرد واحد يسمع شكواهم. لهذا على الاغلب هؤلاء مظلومين ومساكين اهل القرى. يقول شافوا انا تاجر وقوي، ثم انه الحق القانوني الي في ان اغمر عين مائي، فما قالوا شيء، لكن المساكين وقعوا في تعب. مثلا وفروا في بنيد الجار كان فيها الحديقة ماء، فكنا نروح نجيب من الحديقة الماء، بعدين إذا طمسوا الحديقة لازم وين نروح؟ لازم نروح على الشرق نشيل الماء، لازم نروح على حولي نشيل الماء. شو يسوي المساكين؟ أنا شفت هذا الشيء، أنا شفت في كربلاء هذا الشيء. كان عبد الكريم قاسم مسوي فرد قرية تسمى بحي الزعيم في أيامه، هسه يسموه حي الحر. هذا كان مخلي فيها انابيب ماء قليلة، يعني انبوب ماء هنا، انبوب ماء يم الدوار، انبوب ماء لنفرض انه في فلكة ابي عبيدة هالشكل. فانا اي وقت امر حقيقة، يعني كنا نمر على اصدقائنا، مساجد كان هناك كذا، اي وقت نمر نشوف نصف الليل صبح عصر على هذه الانابيب، النساء والاطفال والرجال مكتظين يريدون يشيلون الماء. شفتوا انتم في هذول المساكين واحدا مو في فكرهم ابدا. لهذا اهل القرى المجاورة، هذا التاجر يقول لولده في المنام، يقول اهل القرى المجاورة هذول شافوا هذا العين طمست،
فصاروا مجبورين يروحون من مكانات بعيدة يجيبون ماء لا أكثر ولا أقل. زين فلوس وتجارة وشخصية ورواح ومجيء. مصلي هو، صائم هو، حجي هو، خير هو، دين هو، ما عنده قمار، ما عنده خمور، ما عنده زنا، كل شيء ما عنده مثل. وإذا أنا أعمى، أعمى يستفيد من المناظر؟ لو نفرض حديقة من نار إلى صليب خط، وأنا أعمى أستفيد من المنظر؟ لنفرض فرد 10,000 حورية أستفيد منها من رؤيتها؟ لنفرض فرد قصر جدا جميل، لنفرض 1,000,000 قلوب أستفيد منها؟ أعمى. قلت له ما حشرتني يا أعمى. يا الله أنا ما قلت أعمى. ثم أنا ما عندي عمل شر. قالوا لي عندك عمل شر، أنك طمست تلك العين فطمست عينه. قال لولده، هذا الولد اللي رأى في المنام يتبين هو كلش خوش، حتى رأى ولده في المنام وقال له، يعني الله أذن له، يعني أكو في الآية الكريمة ولا يؤذن لهم فيعتذرون، في الآية أكو هذا الشيء. إذا خرب حياته في الدنيا لا يؤذن له في القيامة حتى يعتذر أبدا، إذن ماكو خلص. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى، في حياتك ما سويت شيء، هذا هو انتهى. قال لولده هسه أتوا بإمكانكم، روحوا هذا العين امتحوها ونظفوها واجعلوا الماء واخبروا أهل القرى مباح، ارجعوا إلى عينكم واخبروا الماء، هذا علاجي أنا، ترتد إلي عيني. الولد قام من المنام وجمع الإخوان ماله وقال قصتنا هالشكل، وأبونا أنا شفته في المنام وقال لي هالشكل وهالشكل وهالشكل، أنا رأيته بعيني. زين لا بأس، أولا يطلعون طيبين، ولا أكو كثير من الأولاد أبدا ما يفكرون في أبيهم أبدا، أما أصيب الخمس بالثلث بالصدقة بالإنفاق بالخير بأي شيء لا يعملون. ولذا الإمام أمير المؤمنين يقول كن وصي نفسك. أنت تريد توصي الناس؟ أنت تصير وصي نفسك. إيش ابنك يسوي؟ إيش بنتك يسوي؟ هنا أحد التجار توفي الله يرحمه قبل مدة، أنا اللي جيت له خبر ويسد راضي قبل ما يموت. قلت روح كل الله تفضل عليك بمال كثير، ومال كثير كثير، تعال سوي لك خير في الكويت، مسجد، مدرسة حسينية، أي شيء اللي تحب. راح قال وهو في مرض الموت، ولا طبعا كانوا قايلين له تبعد ما يفيد وياك اي شيء وخلصنت. راح قال له، قال ايه انا موصي الى اخويا وهو يقوم بامري. الله يهديك، انت ما تقوم بامرك، اخوك يقوم بامرك. فخلص ما فراحه، الله يرحمه والله يرحمنا جميعا. الانسان الاخر ما يسوي للانسان شيء. اذا انت لم يحترق قلبك لنفسك، هل يحترق غيرك قلبه لك؟ شيء طبيعي. لا، قليل، ما أقول ماكو، قليل. يعني إذا 100 ماتوا ووصوا بالثلث، 5 منهم يقومون، 4 منهم يقومون. ثم الرسول قال هذا اللي هو يقوم لا شيء أيضا. ترى واحد مات في حياة الرسول ووصى بغرفة تمر تنفق في سبيل الله، الرسول أنفقها وبعد ذلك شال حشفة، حشف يعني تمرة خايسة. قال لو أنه هو بنفسه كان أنفق هذه التمرة في حياته كان خير من أني أنفقت كل هذه الغرفة لك، وهو الرسول ينفقها. هو الولد قام من النوم وقال لأقرباء إخوانه، قال لك قصتنا أنا ويا أبونا هذه القصة، وأنا هالشكل شفت. قالوا زين، كانوا موافقين يطلعون أولاد طيبين، قالوا موافقين. وغدا خلوا سيارات من الحفارات عين كبيرة، أنا أكو بعض العيون كبيرة شوية، أنا شفت فرد عين كبيرة في شفافة تقريبا أكبر من هالغرفة، عين شفافة يمكن شايفيها من غير هالغرفتين من هنا وهنا، كل فرد عين واحدة، بعض العيون كبيرة أكو هالعين من هالنموذج. خلوا حفارات وتراكتورات وما أشبه، وحفروا العين من جديد وأخبروا أهل القرى المجاورة أن العين افتتحت. أجوا والله يرحم المرحوم، الله يكفيه، الله يحفظكم. بعد مدة رآه نفس الولد في المنام وهذا عينه مفتح خلاص، لأنه في دنياه أعمى عين روحه، هناك أميت. هذا العين شيء، عين في داخل الإنسان شيء آخر، هذا الأذن شيء، أذن في داخل الإنسان شيء آخر. ولهذا في هذه الآية التي تلوناها الله تعالى يقول ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى. أعمى يعني عيون عمياء، كثير من الناس عيونهم عمياء في هذه الدنيا، وناس طيبون وهناك آخرتهم كل شيء زينة.
أناس هنا عيون قلوبهم عمياء، هناك أناس آذان قلوبهم صماء، هناك أناس ألسنة قلوبهم بكماء. هذا الذي لا يأمر بالمعروف لا ينهى عن منكر يوم القيامة يأتي وهو أبكم، هذا هو لسان واحد، لأنه في حياته ما صرف لسانه في الحق، هناك أبكم. حتى إذا راح للجنة في جنة وهو أبكم في أمان الله والعياذ بالله، أو في القبر مليون سنة وهو أبكم وعد لسان. الإنسان يجب عليه أن يهتم بروحه، أما هذا القالب الذي تشاهده وأشاهده هذا قالب مؤقت، هذا القالب بعد 20 سنة 50 سنة 30 سنة 40 سنة تحت التراب وفي أمان الله يلقى تحت التراب. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، أنا كنت في الحياة بصير أشوف، الآن أنا محشور يوم القيامة وما أشوف. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، يعني ما عملت بها، وكذلك اليوم تنسى يعني تهمل. ونسأل الله التوفيق لما يحبه ويرضى.